حلوة بتاعت أوي فويس تيست. عجبكم صوت عال، ممكن تقولوا لنا على الصفحات بتاعتنا، يقولوا لنا صوتها عامل ازاي وتنصحوها بايه وتقدر تعمل ايه، واللي عنده كمان حاجه حلوه عايز يقدمها يتواصل معانا ولا؟ تواصل تمام، معانا ولا؟ مفيش مشكلة. اشكرك يا عهد، نورتينا، حلقه خفيفه ولطيفه. تشرفني ان انا معاكم والله. يا رب نكون عايزين حسن بقى، معلش بقى نشوف الناس اللي بقى لنا فتره كده عايزين نمسي عليهم. عايزين نشوف كابتن مؤمن زكريا، بقى لنا كتير قوي ما ربنا يشفيه ان شاء الله، يا رب يكون بخير. بقى لنا كتير قوي ما بنسمعش عنه حاجات اعلاميا، ما بنتكلمش عنه كتير، لكن بنتمنى ان هو يكون بصحه كويسه وبخير يا رب، ويكون ويرجع قريب جدا للملاعب. هو بيجي بيظهر في هقول لك بيظهر فين، عشان انا عارف ان هاجي على الجرح. كابتن مؤمن زكريا بيظهر في الحاجات اللي ليها علاقه بالتتويجات بتاعه النادي الاهلي. فنادي الاهلي لما ياخد افريقيا يا علا، يا علا لما نادي الاهلي ياخد افريقيا هيجيبوا كابتن مؤمن زكريا اكيد عشان يستلم الجايزه. طب عشان انت بتغيظني وانا هغيظك، انا بسلم على كابتن عماد متعب، علشان هو قال في احدى القنوات الفضائيه ان هو تعبان شويتين. سلامتك يا عمده، الف الف سلامه. الف طيب. سلامه. بس هو رجع، هو رجع بقى كويس. رجع بقى كويس سلامتك. طيب تمام، خلينا بقى نتكلم عن الفتره الاخيره دي، او الماتش الاخير بتاع الاهلي وبيراميدز واللي حصل من كابتن رمضان صبحي. انا بس عندي اعتراض. ماتش ده، طب ليه اعتراض؟ ده الماتش كان جميل وطلع 2-2، ليه اعتراض؟ لا ليه؟ عندي اعتراض على حاجه يا جماعه. كابتن رمضان صبحي عنده مشكله مع النادي الاهلي. احنا كزملكاويه او كنادي الزمالك او كاي يعني احنا مالنا؟ معلش انت كرمضان صبحي فاهم. معلش، لا انا ما اهتفش بحياه الزمالك علشان اغيظ النادي الاهلي. لا احنا كجمهور الزمالك، لا احنا مش عاوزينك، مش حابين ان انت هو ما ينفعش ان هو يزود الاحتقان او يعمل احتقان بين الجمهورين. بس ده امر طبيعي، الزمالك فالاهلي فالمنافسه ما بين ده وده. ماشي انافس انافس منافسه يعني على ارض الواقع، انافس في الملعب، انافس بشغل. ما هو انافس في الملعب يا فندم. ماشي فين منافس في الملعب؟ ايه او ماتش وعمل كده. عمل شغل حلو قوي في الماتش دلوقتي. انا بلعب بيراميدز، اللي دخل سيره الزمالك في الهتافات؟ معلش دلوقتي انا بلعب بيراميدز، انا دلوقتي يبقى حاجه من الاثنين، يجيب سيره الاهلي عشان عندي مشاكل معاه، يجيب سيره النادي الثاني اللي انا بلعب معاه. طيب اللي هو يعني انت متضايقه من كابتن رمضان صبحي عشان عمل كده؟ طبعا طبعا طبعا، يعني انا متضايقه جدا، متضايقه جدا جدا، لان مفيش حاجه اسمها انا متضايق من حد فاجيب حد غيظ بيه. لا احنا مش قاعدين في الروضه. لا لا انا حاسس مش متضايق عشان كده بصراحه. لا انا ما بحبش سيره الزمالك. ايوه انا ما بحبش. كابتن رمضان كان في الاهلي، كان في الاهلي وكان بيلعب ماتشات مع الاهلي والزمالك، فكان في حركات بيعملها يعني خالص والله. وعلى فكره كل الناس اللي فاكره ان احنا مبسوطين عشان ان هو، لا هو مشاكله مع النادي الاهلي مش مشاكله مع الزمالك. مشكلتك يا كابتن رمضان مع النادي الاهلي. يا ريت ما تدخلش جمهور الزمالك في الموضوع، يا ريت ما تقولش ان احنا طرف في الموضوع. احنا مش طرف، لا احنا قلنا لك روح البيراميدز، ولا احنا طلبناك عندنا اصلا، ولا نحب حاجه زي كده. ده رايي الشخصي، لكن وراي جمهور نادي الزمالك على فكره. ناس كتير قوي اتكلمت معايا وقالت لي جمهور نادي الزمالك، وبقول مرحب بيك كابتن رمضان صبحي لو عايز تيجي الزمالك. لا لا. يعني ان شاء الله تيجي وتلعب. لا خليك عندك يا كابتن. تمام، لعيب حلو ولعيب هايل، لعيب ان شاء الله له مستقبل حلو، هيسند منتخبنا يا علا. يا علا بلاش عنصريه الاهلي والزمالك يا علا، احنا على الهوا. تمام تمام، هو خليه يسند المنتخب في مكانه، في مكانه. طيب. نخليه يسند المنتخب الوطني في مكانه. طيب. لكن بلاش نزاعات ما بين الاهلي والزمالك، عشان احنا الموضوع زي ما انت ما قلت مش لا مستاهل. انت تتدخلي انت عادي وتحلي الموضوع ده بين الناس باغنيه صغيره بدل ما ناكل في بعض ويبقى خناقه. سمعينا حاجه. اسمعكوا حاجه، اي حاجه. انا ماليش في الكوره فعشان كده مش مهم. الله يكرمك، عشان هنضرب بعض والله. انا عارف ان اخرتها هنبدا نضرب بعض. يلا خلي بالكوا. حزينه حزينه. ليه 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 ليه؟ انا مش بحفظش اصلا، ما بحفظش اغاني. هي جايه تنكد علينا يا عوده، بقى تنكد عليا في الزمالك والاهلي، تنكد عليا في الاغاني. كملوا كملوا. احنا جايين ننكد.